مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة، سواء على الصعيد المحلي والصعيد العالمي، وبالتحديد فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وآخر أخبار وآخر أمور ومواضيعه الهامة جدا اللي بتهم كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. دايما بيهمنا قوي زي ما احنا متعودين تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه اليوم. وسؤال الحلقه بيقول: ما هي توقعاتك لنتيجه مباراه اليوم في الدوري الانجليزي وقمه هذه الجوله ما بين ليفربول ومانشستر سيتي؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من هذه الحلقه من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستجرام. البدايه دايما بتكون باهم العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي: الأهلي يترقب الموقف النهائي لمكان إقامة النهائي الأفريقي. الترند المحلي: جهاز المنتخب يعلن القائمة النهائية لمباراتي توب. أما الترند العالمي: مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي. هي طبعا اهم مباريات اليوم هي مباراه ليفربول ومانشستر سيتي، او مانشستر سيتي وليفربول، لان هي مباراه على ملعب مانشستر سيتي استاد الاتحاد. مباراه هتكون قويه جدا، بيسعى من خلال ليفربول ان هو يحتل صداره ترتيب الدوري بعد ما فقدها امبارح لساوثامبتون، والنهارده لتوتنهام، بس لسه ليفربول ليهم مباراه اللي هتتلعب الساعه 6:30 مساء تحديدا. بالتالي خلينا اقول لحضراتكم مواعيد واهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات واهم الدوريات الاوروبيه تحديدا. فنبتدي بالدوري الانجليزي، والنهارده في اربع مباريات. اول مباراه خلصت ما بين ويست بروميتش البيون وتوتنهام، هاري كين احرز هدف في الدقائق الاخيره من المباراه من اسيست لدوهارتي، وفاز بثلاث نقاط خلوهم هم في صدارة الترتيب. المباراة الثانية ما بين ليستر سيتي وولفرهامبتون بتجرى في هذه اللحظات، وتقدم ليستر سيتي بهدف واحد لشيء أحرزه فاردي من ضربة جزاء، وضيع ضربة جزاء ثانية كمان قبل نهاية الشوط الأول. مانشستر سيتي وليفربول ده الساعة 6:30، وأرسنال وأستون فيلا مواجهة مصرية خالصة ما بين النجني والمحمدي وتريزيجيه، دي هتكون الساعة 9:15 مساء. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. مباراة اليوم في الدوري الأسباني: ختافي مع فياريال، المباراة انتهت بفوز فياريال 3-1. ريال سوسيداد مع غرناطة، المباراة هتكون كمان ربع ساعة. وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو الساعة 7:30، نفس الميعاد ليفانتي وديبورتيفو ألافيز. ومباراة الساعة 10 مباراة مهمة لكل عشاق ريال مدريد، هتكون ما بين فالنسيا وريال مدريد. مباريات اليوم كمان في الدوري الإيطالي: لاتسيو تعادل مع يوفنتوس 1-1 في مباراة شهدت إحراز رونالدو الهدف وإصابته وخروجه من المباراة، إن شاء الله تكون إصابة خفيفة. أتلانتا مع إنتر ميلان، الشوط الأول خلص التعادل السلبي. جنوا وروما 1-0 روما، الشوط الأول خلص كمان. وتورينو مع كروتوني أيضا مباراة في نفس الميعاد، الشوط الأول خلص بالتعادل السلبي. بولونيا ونابولي الساعة 7، وميلان مع هيلاس فيرونا الساعة 10 إلا ربع. دي أهم مباريات اليوم، وأهم مباراة طبعا هي مباراة مانشستر سيتي وليفربول، هنحاول نتابعها بعد هذه الحلقة بإذن الله. هروح لفاصل سريع، بعدين نرجع نكمل تفاصيل حلقة اليوم، يلا بينا. أهلا بحضراتكم من جديد. أهم حدث الفترة الجاية هو نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والزمالك، المباراة اللي هتجرى بإذن الله 1/1 يوم 27 من الشهر الجاري. وهي مباراة مش مجرد مباراة، لا، هو حدث بيحصل مرة في العمر. يعني ان انت تلاقي اهلي وزمالك اكبر فرقتين في القارة موجودين في نهائي اهم بطولة في قارة افريقيا، الحاجات دي ما بتحصلش كتير. يعني ما حصلتش مثلا في اوروبا، لان انت عندك ريال مدريد وبرشلونة اكبر فرقتين في اوروبا ومن نفس البلد ما لعبوش مع بعض النهائي. حصلت في امريكا الجنوبية طبعا ما بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، لكن في نفس الوقت هو حدث فريد من نوعه. فلازم ان احنا لما نيجي نظهر الحدث ده للعالم اللي اكيد هيتابع هذه المباراه طبعا، نظهره بالشكل الانسب والشكل اللي يليق باسم بلدنا الحبيبه مصر. فبالتالي الكلام خلال الفتره اللي فاتت عن ان ممكن يوم المباراه المفترض ان هي هتتلعب في استاد برج العرب، فممكن يكون في نوه اسمها نوه المكنسه، ودي كانت من خلال احد مسؤولي هيئه الارصاد الجويه وتصريحات ليه امبارح، وقال يا جماعه بنسبه كبيره الاسبوع الاخير من نوفمبر بيبقى في نوه اسمها نوه المكنسه، فوارد ان يبقى في امطار وسيول كتير تاثر على المباراه، وارد انه ما يحصلش، بس النسب الاعلى ان هيكون فيه، ده الطبيعي. فاحنا ليه نحط نفسنا في الموقف ده؟ يعني ايه العائق
اللي يخلي ان المباراه تتلعب في استاد القاهره. اجواء هتبقى مناسبه، وحتى لو في امطار مش هتبقى بنفس الكثافه اللي شفناها قبل كده. وانا عايز افكر حضراتكم بمباراه الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت في بطوله الدوري، واللي كانت في ملعب الجيش ببرج العرب، وكان المظهر سيء جدا، وكانت مباراه رغم امكانيات الفرقتين في هذا التوقيت امكانيات قويه قوي، لكن زي ما حضراتكم شايفين كده الملعب كان سيء، كل كوره اللعيبه تتزحلق، يعني كان عباره عن برك مياه يعني، فده كان امر صعب جدا جدا جدا. فاحنا المفروض نبروز الحدث ده، المفروض نطلعه للعالم ليه او بشكل مناسب وشكل يليق بالكره المصريه والافريقيه. فانا في الحقيقه يعني بطلب من المسؤولين، وبطلب من كل من هم منوطين بنقل هذه المباراه من استاد الجيش وبرج العرب لاستاد القاهره ان هم يتحركوا من دلوقتي. كان في تصريحات لوزير الشباب والرياضه بيقول ان احنا متابعين الموقف، وان احنا هنحاول نشوف الوضع هيكون ايه يوم 27 لو كده، يعني في بعض الملاعب اللي ممكن تستضيف هذه المباراه. لكن ايه المشكله لو استاد القاهره هو اللي يستضيف؟ هو اكتر استاد يقدر ينقل صوره مصر المميزه. فنتمنى ان التحرك يكون من دلوقتي، نتمنى ان احنا نبلغ الاتحاد الافريقي لكره القدم ان المباراه هيتم نقلها من استاد الجيش برج العرب لاستاد القاهره، يعني عشان نبقى واخدين اجراءاتنا الاحترازيه، يعني احتياطي نلعب في استاد القاهره، يعني استاد مميز جدا وحاجه جميله جدا. ايه المشكله لما ناخد الخطوه دي من دلوقتي ومن بدري، بدل ما نتزنق وبدل ما يقول لك لا خلاص مش هينفع وبتاع؟ اكيد الاتحاد الافريقي برضه حريص على ان شكل المباراه يخرج بالشكل كويس. طب ما بالك انت دلوقتي مراسم التتويج، لو هي مثلا الماتش هيتلعب في استاد الجيش برج العرب وفي الامطار والسيول زي ما شفنا اللقطات اللي فاتت دي، زي ما حصل قبل كده في قمه الاهلي والزمالك، مراسم التتويج هيتم تتويج الفائز اللي هو باذن الله واحد احد يكون النادي الاهلي، هتتوجه ازاي؟ هتدي له الجوائز بتاعته واللقب والبطوله والكلام ازاي يعني؟ هيبقى الشكل مش حلو، وهيبقى فيه عوائق كتير جدا، وهيبقى فيه مشاكل كتير جدا وازمات احنا في غنى عنها. احنا الهدف بالنسبه لنا دلوقتي ان احنا عندنا فرقتين تقال قوي من اكبر الفرق اللي في افريقيا، ان لم يكن هم الاكبر على الاطلاق بكل تاكيد. لازم ان احنا نخرج صوره مميزه جدا عن الرياضه المصريه والكره المصريه، وخصوصا ان تصريحات مسؤولي هيئه الارصاد الجويه قالوا لك ان في نوه وان الدنيا هتبقى صعبه، وخلوا بالكم ولازم تعملوا حسابكم في الجزئيه دي. فهو يعني هي مناشده وطلب بالنسبه ل طبعا كل المسؤولين المنوطين باتخاذ مثل هذه القرارات. واحنا قاعدين بنتكلم اهو قبل المباراه 19 يوم، يعني معانا وقت، فكل ما يبقى القرار بدري كل ما يبقى احسن، حتى الفرق يكونوا خلاص عاملين برامجهم هتبقى ازاي، هم طبعا لو هيلعبوا هنا في القاهره في حسابات مختلفه، على حتى لو هيلعبوا في اسكندريه في استاد الجيش برج العرب في سفر، في امور ممكن تغير برامج تدريبيه خاصه بيك يعني. فيا ريت من بدري يبقى الامر يحسم، يعني ده هيبقى امر مهم جدا. النهارده من ضمن الاخبار المهمه تم الاعلان عن قائمه مهمه جدا. النهارده من ضمن الاخبار المهمه تم الاعلان عن قائمه النهائيه للمنتخب الوطني الاول، واللي بيستعد لمباراتي توجو في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 بالكاميرون باذن الله تعالى. وكان في كلام كتير جدا عن القائمه، وخصوصا كابتن حسام البدري يعني اختار عدد كبير جدا من الاسماء في البدايه، حوالي 34 اسم على ما اتذكر، وتم تصفيتهم. كان المفروض ان القائمه تطلع امبارح او اول، وتاجلت وعماله تتاجل كل شويه، لكن النهارده اخيرا الجهاز الفني والكابتن حسام بدري استقروا على القائمه اللي هتكون متواجده في مباراتي توجو. احنا عندنا المباراه الاولى يوم 14 ان شاء الله في القاهره، والمباراه الثانيه يوم 17 باذن الله في توجو. فخليني اقول لحضراتكم القائمه الخاصه بمنتخب مصر بتتكون من محمد الشناوي في حراسه المرمى، هو محمد ابو جبل ومحمد بسام في خط الدفاع، محمد هاني ومحمود علاء والونش واحمد حجازي وعلي جبر وايمن اشرف ومحمد حمدي واحمد ابو الفتوح، في نص الملعب احمد توفيق وطارق حامد ومحمد النني وحمدي فتحي وعمرو السوليه واحمد السيد زيزو رمضان صبحي ومحمد مجدي قفشه ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد محمد صلاح، وفي الهجوم مصطفى محمد واحمد حسن كوكا اللي بالمناسبه احرز هدف منذ قليل مع فريقه اولمبياكوس في الدوري اليوناني، وكمان معاهم حسام حسن ومحمد شريف لاعب الاهلي العائد من الاعاره. بكره المعسكر يبتدي بالنسبه للمنتخب الوطني الاول ويستمر حتى انتهاء طبعا المباراتين. يا رب نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله يجيبوا 6 نقط، عشان احنا موقفنا صعب، تعادلنا مع كينيا وجزر القمر، فحتى الشكل كان وحش شويه، لكن عندنا ثقه في الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري وايضا القائمه الموجوده من اللاعبين.
في المقابل طبعا كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني للمنتخب الاولمبي اعلن القائمه الخاصه باستعدادات ومباريات وديه بالنسبه لمنتخب مصر الاولمبي في اطار استعداد لاولمبياد طوكيو باذن الله تعالى. واحنا عندنا ماتشين، ماتش الاولاني مع البرازيل يوم 17 او ده الماتش الثاني مع البرازيل يوم 17، والماتش الاولاني يوم 14 او يوم 12 تحديدا مع كوريا الجنوبيه. خلينا نقول لحضراتكم كمان قائمه المنتخب الاولمبي. في حراسه المرمى محمود جاد ومحمد صبحي وعمر صلاح ومصطفى شوبير وكمان احمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، محمود صابر، محمود مرعي، احمد ياسين، حسن علي، محمود البدري، كريم العراقي، كريم فؤاد، شريف رضا، غنام محمد، احمد سعيد، عمار حمدي، احمد حمدي، ناصر ماهر، يوسف الجوهري، عبد الرحمن مجدي، امام عاشور، كريم الطيب، عبد الرحمن شيكا، احمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي، فادي فريد. وبالمناسبه كمان هينضم لهم اكرم توفيق. اكرم توفيق كان متواجد مع المنتخب الاول مع كابتن حسام البدري وتم استبعاده من القائمه النهائيه، فبالتالي تباعا هينتقل وينضم للمنتخب الاولمبي ويستعد معهم. ينضم المعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عمران لاداء التدريبات العلاجيه، وعندهم بعض الاصابات هيتم يعني الوقوف على حالتهم، وهيكون في اختبار رابط تيست بالنسبه للمنتخب الاولمبي قبل كل مباراه. نتمنى لهم ايضا كل التوفيق كابتن شوقي غريب وجهاز المعاون وايضا قائمه المنتخب في اطار استعداد لاولمبياد طوكيو 2021. بقى هي المفروض 2020 بس طبعا تاجلت بسبب كورونا. دي ابرز واهم الاخبار. لسه بقى عندي اخبار كتير مهمه بتخص النادي الاهلي هنتكلم فيها بعد الفاصل. استنى طيب. الاهلي امبارح ابتدى استعداداته للمرحله المقبله، وهي مرحله غايه في الاهميه، تحديدا نهائي دوري ابطال افريقيا مع نادي الزمالك يوم 27، وقد يكون هناك مباراه في كاس مصر مع ابو قير الاسمده ممكن تبقى قبلها بست سبع ايام. لسه ما فيش اي خطاب وصل من الاتحاد المصري لكره القدم بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في كل الاحوال الاهلي بيجهز نفسه لاي امور قد تجد خلال الفتره اللي جايه، وبيبقى جاهز لكل المناسبات. واهم مناسبه بكل تاكيد نهائي دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الهامه ومنتظره من قبل جماهير كل النادي الاهلي، وباذن الله كل الثقه في الجهاز الفني واللاعبين. النهارده ثاني يوم للتدريبات بالنسبه للفريق بعد اجازه كانت يعني طويله نسبيا بعد مباراه طلائع الجيش، فاحنا عايزين نطمن بشكل اكبر على استعدادات النادي الاهلي. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي واللي متواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفي استاد مختار التتش. يا توفيق أهلا بيك. أهلا بيك أمير، مساء الخير، برحب بيك وبكل ضيوفك بكل مشاهدينك الكرام في كل مكان. أهم ملامح المران النهاردة يا محمد. يعني أهم ملامح المران النهاردة اللي بدأ في تمام الرابعة عصرا، يمكن مشاركة 19 ناشئ في التدريب بجانب اللاعبين الكبار، لان طبعا انت عارف غياب الدوليين سواء المنتخب القومي المصري او كمان المنتخبات اللاعبين المحترفين. كان بدا المران بعد التمرينات البدنيه في نص الملعب مع مدرب الاحمال كابيلو. بعد كده بدات تمرينات الكوره بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات والتركيز على التمرين السريع واللمسه واللعب من لمسه واحده. بعد كده مستر موسيماني حرص على تقسيم اللاعبين لمجموعتين، مجموعه الصاعدين تولى تدريبها كابتن سامي ممصان، ضرب يمكن على التسديد على المرمى وعمل بعض الجمل. المجموعه الاساسيه او مجموعه الكبار مدعمين بعض اللاعبين الناشئين الصاعدين عملوا تمرينهم مع مستر موسيماني بنفسه وحرص على قياده البتاع على مرات التمرين بنفسه، يمكن حرص على عمل بعض الجمل الخططيه، حرص اكثر من مره على ايقاف اللعب وتحفيز اللاعبين وتصحيح اخطائهم اول باول. بعض الجمل خاصه يا امير يمكن كان التدريب مركز على خروج اللعب من ورا، من يعني اللاعبين يخرجوا بالكوره بالتمرير السليم، وكمان المهاجمين كانوا بيقوموا بدورهم بالضغط على المدافعين اثناء خروجهم بالكوره. يمكن بعد كده التمرين ختم او زي ما انت سامع معايا دلوقتي حالا من استاذ مختار التتش، التقسيمه شغاله بطول الملعب، كل اللاعبين الاساسيين مدعمين برضو ببعض الناشئين مشارك فيها. مستر موسيماني يمكن واقف التقسيمه اكثر من مره حريص على الوقوف زي ما بيقول في منتصف الملعب وتوجيه اللاعبين، ايقاف اللعب اول باول لتصحيح الاخطاء. يمكن ابرز كمان المشاهد اللي كانت معانا في التمرين النهارده ان محمد مجدي قفشه استغل فرصه انه اخذ النهارده اجازه من تدريب المنتخب استعدادا ان شاء الله لانطلاق المعسكر المغلق من الغد، وحرص على اداء بعض التمرينات الاستشفائيه داخل النادي هنا ورؤيه زملائه ويعني معذرتهم ان شاء الله استعدادا لبطوله افريقيا وللتحقيقات المقبله. كمان حسين شحات ظهر في المران لكن اكتفى بالجري الخفيف حوالين الملعب. طمنا على حاله حسين يا توفيق، برضو عايزين نعرف ممكن يشارك امتى في تدريبات، يعني اخر حاجه امبارح عرفناه ان هو خلال ايام قليله جدا هيشارك، هل تم تحديد ميعاد لمشاركه حسين شحات في التدريبات الجماعيه؟
لا لسه لحد دلوقتي ما فيش يعني ميعاد قاطع لدخوله التمرينات الجماعيه، لكن هو موجود في التدريب اكتفى بس للجري حوالين الملعب وبعض التمرينات التاهيليه مع كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. كمان سعد سمير يمكن ظهر خلال خلال المران بشكل كامل فيما عدا التقسيمه اكتفى خلالها بس بالجري حوالين الملعب، لكن بشكل تام حتى تمرينات الكوره مشارك فيها مع زملائه بشكل طبيعي جدا، وان شاء الله ده يبقى مؤشر ان شاء الله ان احنا نشوفه في التمرينات بشكل كبير قريب. كمان رامي ربيعه شارك في المران بشكل كامل سواء التمرينات البدنيه او حتى تمرينات الكوره او حتى التقسيمه اللي خصوصا بقى المران كان موجود فيها رامي ربيعه بشكل طبيعي جدا. كويس، دي امور غايه في الاهميه. بالتحديد حسين الشحات يا توفيق حالته مطمئنه عشان نطمن جمهور الاهلي؟ لا لا موجود بشكل طبيعي جدا، هو بس عشان طبعا في حرص على ان ما بقاش فيه استعجال. واحده واحده هيخش يعني بشكل تدريجي يعني. وحتى مستر موسيماني حرص على انه عمل جلسه امبارح مع حسين الشحات للاطمئنان عليه ومع الدكتور خالد، لكن كل الامور مطمئنه، لكن مع يعني زي ما بقول معانا متسع من الوقت، مش عايزين استعجال عليه بحيث ان حسين من اللعيبه المهمه اللي مستر موسيماني بيبني عليها جانب كبير قوي من التكتيك اللي بيلعب بيه في المباريات الرسميه، فما فيش استعجال عليه خاصه ان شاء الله يعني كمان مع رجوع اللاعبين الدوليين. يمكن زي ما بنقول التمرين النهارده زي ما بقول لك يا امير يعني يمكن 9 لاعبين كبار و19 ناشئ موجودين معظمهم من مواليد 99 و2001 بيشاركوا في التمرين، ده يمكن فرصه لمستر موسيماني يشوفهم يشوف مين اللاعبين اللي ان شاء الله ممكن يكون في اعتماد عليهم خلال الموسم المقبل، ويكون فرصه كبيره جدا انه يشوف مجموعه كبيره منهم يقدروا يكملوا ان شاء الله مع الفريق الاول في السنوات المقبله باذن الله. باذن الله توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معنا في مداخله هاتفيه، طمنا بشكل كبير جدا على استعدادات النادي الاهلي لما هو قادم من تحديات هامه. طيب خلينا نروح لترند الاهلي وفقره مهمه جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، وهو كل ما كتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا. نبتدي بحساب سبورت 360 على تويتر، واللي بيقول اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه قال ان مصر جاهزه لكل الاحتمالات بشان نهائي دوري ابطال افريقيا، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم في بدايه الحلقه. عندنا يعني الامن على اعلى مستوى، امور بالنسبه له يعني مميزه جدا، وبيقدروا يامنوا اي محفل ايا كانت ايه او ايا كان ايه حجمه يعني، فالحته دي طبعا كامل اطمئنان من خلالها. موضوع ان استاد القاهره اصل هيتقفل شهر بناء على طبعا تصريحات رئيس هيئه استاد القاهره اللواء علي درويش، وقال اصل هنحط البذور الشتويه، وهي امور بتبقى طبيعيه بتحصل، لكن هل ممكن ان يتم تاجيل هذه الخطوه لما بعد انتهاء من بطوله نهائي دوري ابطال افريقيا اللي ممكن تكون في استاد القاهره يوم 27؟ هيحصل ايه خلال الفتره الجايه؟ انا اتمنى ان يكون في خطوات سريعه بخصوص هذا الشان، ونبقى في السيف سايد يعني نامن نفسنا ما نحطش نفسنا في مواقف هتكون يعني مش شكلها حلو خالص على الكره المصريه. فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، وان شاء الله قريبا نسمع اخبار مميزه. هنشوف مثلا الصوره دي، صوره صعبه جدا ان مباراه في الكره المصريه في الملاعب المصريه تبقى بالمنظر والمظهر ده يعني، فاحنا عايزين نتجنب الوضع ده. وهنا من خلال يلا كوره برضه هما بينوهوا على تصريح خبير مناخي قال ان نهائي الاهلي والزمالك يتزامن مع نوة المكنسه ويفضل نقله للقاهره، يعني الراجل المنوط بالارصاد الجويه هو نفسه حذر وفضل نقل هذه المباراه من برج العرب لاستاد القاهره. فنتمنى ان يكون في خطوات سريعه بخصوص هذا الشان، واكيد هنتابعه على مدار الحلقات المقبله. خبر من ضمن الاخبار المهمه جدا وهو من سوبر كور على الفيسبوك، قالوا ان كاف يفاضل بين 4 حكام لاداره المباراه النهائيه ما بين الاهلي والزمالك واستبعاد جسامه. بصراحه احسن خبر ان جسامه مستبعد من هذه المباراه، احنا عايزين مباراه يكون فيها حكم عادل، يعني الافضل باذن الله يكون النادي الاهلي هو اللي يكسب، لكن في كل الاحوال لازم يكون في حكم مميز. في بعض الاسماء المرشحه زي ما قالت صحيفه المنتخب المغربيه، ودايما اخبار الكاف بتيجي من المغرب، حاجه غريبه شويه، لكن في كل الاحوال رضوان جيد ده حكم مغربي، الحكم الجزائري مصطفى غربال، والجنوب افريقي فيكتور جوميز ده افضل حكم، هو وباملك التسيمه الاسيوي. في كل الأحوال هنشوف هيتم الاستقرار على مين حكم المباراة النهائية ما بين الأهلي والزمالك. فاصل سريع وبعدين نرجع نواصل، يلا بينا. طيب دايما بنحاول نعيش حضراتكم في اهم وابرز الكواليس اللي بتخص النادي الاهلي، والنهارده في الحقيقه كان في حضور من حسام الزناتي رئيس لجنه المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكره القدم والمدير الرياضي الجديد لنادي الجونه في استاد مختار التتش، واجتمع
من خلال هذه اللقطات اللي حضراتكم شايفينها، او كان في جلسات يعني وديه ما بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وامير توفيق مدير اداره التعاقدات بالنادي. وواضح ان هيكون في سبل للتعاون ما بين الاهلي والجونه، وهو تعاون معتاد بالمناسبه، والعلاقات مميزه جدا ما بين مسؤولي الناديين. فواضح ان في بعض الاخبار اللي ممكن تكون مهمه، واي حاجه بشكل رسمي اكيد هنعلنها لحضراتكم على طول وبشكل مباشر من خلال طبعا قناه النادي الاهلي. ودي لقطات لحضور حسام الزناتي، وطبعا في ظل تواجد الكابتن امير توفيق والكابتن سيد عبد الحفيظ. طيب خلينا نكمل ترند الاهلي، وفي خبر معانا واحصائيات مهمه جدا من خلال فلاش كوره وحسابهم الرسمي على فيسبوك، وقالوا 19 يوم قبل النهائي والناس كلها بتعد الايام عشان المباراه النهائيه اللي هتكون يوم 27. قالوا ايه؟ بيقدموا طبعا ابرز لاعبي الاهلي السنه دي في دوري ابطال افريقيا، وحاطين بعض الاحصائيات. الاكثر تسجيلا هداف الاهلي في دوري ابطال افريقيا هو حسين الشحات، الاكثر صناعه كمان حسين الشحات، وده ان دل يدل على مدى تالق حسين الشحات مع النادي الاهلي في هذه البطوله. الاكثر فقدانا للكره هو جونيور اجاي، حسين الشحات طبعا 6 اهداف وصنع 7، اجاي فقد الكره 54 مره. اليو ديانج الاكثر مراوغات رغم انه لاعب في وسط الملعب، 24 مراوغه ناجحه. والاكثر استخلاصا للكره اليو ديانج ايضا، لاعب مميز جدا، 102 كوره قدر يستخلصها من المنافس. وكمان حسين الشحات الاكثر صناعه للفرص، ودي احصائيه مهمه جدا ويعني بتنوه وبتدل على اهم وابرز لاعبي النادي الاهلي هذا الموسم في بطوله دوري ابطال افريقيا. هروح لفاصل سريع وبعدين نكمل اخر فقرات الحلقه النهارده، يلا بينا. طيب خلينا نروح للترند العالمي ونشوف اهم الاحداث العالميه في مختلف انحاء العالم، وهو الحدث الابرز اللي بيفرض نفسه هو مباراه اليوم ما بين مانشستر سيتي وليفربول، وده تنويه من حساب ليفربول على تويتر، وبيقول المباراه طبعا في ملعب الاتحاد مع مانشستر سيتي. المباراه هتكون الساعه 6:30 بتوقيت القاهره بقى، وهم هنا طبعا كاتبين توقيت مكه، وهاشتاج سيتي وليفربول. بمناسبه هذه المباراه خلينا اقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين اللي تم الاعلان عنه منذ قليل. في حراسة المرمى بالنسبة لمانشستر سيتي إيدرسون، وفي خط الدفاع كل من ووكر طبعا الظهير الأيمن، روبن دياز مساك هو ولابورت، وجواو كانسيلو الظهير الايسر طبقا لل يعني الترتيب بالنسبه للاعبين. في نص الملعب كيفن دي بروين وهو كابتن الفريق، رودري وجوندوجان، وامامهم ثلاثي خط الامامي خط الهجوم، فيران توريس وجابريل خيسوس ورحيم ستيرلينج. ده بالنسبه لتشكيل مانشستر سيتي. بالنسبه لتشكيل ليفربول، فحراسة المرمى اليسون، وقدامه رباعي خط الدفاع ترينت الكسندر ارنولد واندري روبرتسون وجو جوميز، وجنبيه جويل ماتب، وقدامهم اثنين في نص الملعب هندرسون وفينالدوم، ورباعي هجومي من نار محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو ودييجو جوتا اللي بيتألق خلال الفتره الاخيره. معرفش ترتيبهم في الملعب هيكون ايه، هل فيرمينو هيبقى رقم 10 وقدامه جوتا فبالتالي الطريقه تبقى 4-2-3-1، ولا هيكون 4-4-2 بحيث ان يكون فيرمينو وجوتا في الخط الامامي ويكون محمد صلاح وساديو ماني ليهم بعض الادوار كمان الدفاعيه في هذه المباراه. هنترقب ونشوف هذه المباراه. طيب خلينا نروح للخبر اللي بعديه، وهو اكيد بيتعلق بمباراه اليوم ايضا مانشستر سيتي، وده حسابهم على تويتر، وقال مواجهه عربيه في الملاعب الانجليزيه طبعا ما بين رياض محرز طبعا نجم مانشستر سيتي ونجم النجوم واحد ابرز اللاعبين في العالم محمد صلاح، نتمنى له كل التوفيق في هذه المباراه. ده اهم وابرز الاحداث العالميه، هو الحدث الاهم بالتحديد مباراه مانشستر سيتي وليفربول. وبالتالي كان سؤالنا توقعاتكم لنتيجه هذه المباراه، ونشوف توقعات الجمهور كانت ايه. حسام ماهر قال 2-2، عبده محمد قال 2 لليستر، ورمضان سلامه قال 3-0 لليفربول، واحمد صبري قال 2-1 للسيتي، وايضا احمد عمرو قال 4-1 ليفربول، حسن جمال قال فوز ليفر 2-0، مصطفى يسري قال ليفر هيكسب 2-0 وصلاح هيسجل باذن الله، نتمنى له التوفيق. احمد عبد الله قال 3-0 ليفربول وصلاح وماني هيحرزوا اهداف عالميه، وعلي أبو علي قال 3-1 ليفربول، نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح في هذه المباراة، ومباراة كمان بلما بين أرسنال وأستون فيلا، نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصريين في الخارج. دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، بكرة حلقة جديدة وأخبار جديدة متنوعة، وتحديدا فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.